من شخص كان يرى التشيع مجرد حلم كبير أو حلم جدا جدا بعيد، لدرجة هذا الشخص كان يرى الشيعة من الكفار. يقول التشيع بالأحلام إشارة إلى أنه بعيد كل البعد عن التشيع. هذا الفيديو راح ننقل قصة استبصار الأخ أبو المجد، والذي بين كيف استبصر، لماذا استبصر، وما هي الكتب التي جعلته يستبصر. أخواني أخواتي، لنستمع إلى تمام الكلام ونقول صلوا على الرسول الكريم صلى الله عليه وآله البيت حتى تعالى المركة. نستمع ونعقب، خليكم الفيديو. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه من الأولين والآخرين. والله اخواني، طبعا انا ما حنتابع التكس، انا يعني اقصى حد معي ربع ساعه تقريبا، يعني هاي الفتره اللي حتكلم فيها. والله يا اخوان، شوف القضيه كالتالي. يعني انا قبل يمكن اكثر من 8 شهور، طبعا انا المراجعات بعرفه من اكثر سنه، من اكثر من سنه يمكن، دخلت طبعا بصدق يعني، وطبعا كنت انا ماخذ صوره مختلفه جدا عن الشيعة، عن الاماميه الاثنا عشريه بشكل عام. يعني الفكرة اللي بيعرفوها كل أهل السنة والجماعة كانت نفس الفكرة الموجودة عندي. دخلت اتناقشت معهم في أكثر من موقع، جدلت معهم في أكثر من قضية، سواء في الإمامة، في العصمة، في الولاية التكوينية، بالنسبة لقضايا التحريف، لكل شيء بتعلق تقريبا في المعتقد، في المعتقد الشيعي، خلنا نحكي يعني لأكثر من تقريبا بحدود 3 شهور. بعد 3 شهور بلشت أدرس فعلا هذا المعتقد بصدق، يعني لأني أنا يعني في بعض المسائل، يعني الإخوان طبعا في عنا يعني من الإخوان اللي هو مثل أمير النور، حيا الله. طبعا أمير النور ترى والله هذا من الإخوان بصدق، يعني كان له دور كبير، ومن الأصدقاء اللي فعلا يعني بصدق بعزهم جدا. كان له دور كثير في انه فعلا اعطاني عده مراجع اني اتابعها. لا، امير النور غرفه يا حسين، غرفه يا حسين. واخونا ليث كرار برضه كان له دور كبير برضه، اضافه الى طبعا ابو حسن برضه الثاني ما قصر. فكنت اخذ منهم المراجع، كنت أول شيء أقرأ في معتقد الإمامية الاثنى عشرية بصدق. هاي أول 3 شهور، آخر فترة 5 أشهر تركت هاي المسألة كلها، بلشت أراجع في البخاري حديث حديث، استخرجت 130 حديث تقريبا في البخاري. بصراحة عندي شكوك فيها هاي الأحاديث، استخرجت هاي الأحاديث وبلشت أتابع فيها. بلشت أقرأها مع شرحها بحسب ما هو مشروع طبعا في نفس شو اسمه. بلشت أتابع شرح هاي الأحاديث، يعني بصراحة ملفتة، بطلع عليها حديث صحيحة ومسندة، يعني ما هي أحاديث مثلا ضعيفة أو لا يؤخذ بها. طبعا أنا محضر مجموعة من الأحاديث، طبعا ما حقدر اليوم أني أنا ما حتكلم فعلا، حتكلم بس عن البخاري. محضر مجموعة من الأحاديث ما حقدر اليوم أتكلم عنها، حتكلم عنها بوقت آخر، لكن فعلا محضرها وهي اللي درستها وهي كانت سبب تشيعي. لما تشيعت ما تشيعت من كتب الإمامية الاثنى عشرية، تشيعت من كتب أهل السنة والجماعة. كان إلي بعض الملاحظات وما زالت إلي بعض الملاحظات لغاية أنا متشيع أوكي، ولكن ما زالت إلي بعض الملاحظات لغاية الآن على بعض الأمور في كتب الإمامية الاثنى عشرية. طبعا أكثر ملاحظاتي كانت فعلا على بعض الروايات اللي يعني لا يؤخذ بها حتى كمان، يعني لما أجي تابعت هاي الروايات وناقشت فيها أكثر من مرة، طرحت على المراجعات، طرحت على إذكرار، طرحت على أمير النور، روايات لا يؤخذ بها. مشكلة أنا عندي مشكلة في الجهاز، بطلع يجيني رسالة خطأ، ما أدري في صوت يا أخوان، في صوت يا اخوان، الحمد لله، لانها تجيني رسالة خطأ كل شوي، بديش اطلع من بالتوك. طيب، على كل، فاتناقشت معاهم لمدة 8 اشهر، اتجادلنا في قضايا كثيرة،
قضية التشيع كانت مسألة بالنسبة لي شيء بالأحلام لا يمكن تصير. كنت أناقش على أساس أني إثباتا لخطأ الإمامية الاثنى عشرية وشركهم. بعد فترة اكتشفت أنه إحنا يعني بالفترة هذه بصراحة ما بنعرف عقيدتنا. لو يا سنة ويا جماعة بتقرأوا عقيدتكم صح الأمور بتختلف. بدي أحكي مسألة، أنا ما بطلب من أهل السنة والجماعة أنهم يتشيعوا، أنا بطلب من أهل السنة والجماعة قضية واحدة بس، إنهم يقرأوا بتمعن، يقرأ في البخاري، يقرأ في كتب الشيعة، بس يأخذها من مصادر شيعية، لا تأخذها من مصادر سنية، خذها من مصادر شيعية. ترى سهل جدا أنك تأخذها من مصادر شيعية، أنا كل شيء قرأته أخذته من مصادر شيعية، خذها من مصادر شيعية. حتختلف جدا الرواية اللي موجودة في المصدر الشيعي بتختلف عن الرواية الموجودة من مصدر سني، هتلقاها مختلفة. أنا بصدق يعني وقتي ضيق جدا، وعليكم السلام، حاولت ورحمة الله وبركاته، حاولت أفرغ نفسي قدر الاستطاعة ما قدرت، لكن إن شاء الله بإذن الله اليومين الجايات حيكون عندي تفرغ بإذن الله، وحجلس حضر كل شيء وحتكلم بشكل مفصل وممل، خلي حتى الإخوان يملوا منا. بالنسبة لهاي القضية كل ما هنالك اللي بحكيها مسألة واحدة، الحمد لله على الهداية. يا إخوان خليكم مع الرسول عليه الصلاة والسلام وآل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي مع الرسول عليه الصلاة والسلام وآل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي حيكون ناجي إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، على كل يا أخوان حياكم الله جميعا، حياك الله يا أبو حسن، حياك الله يا أبو حسن، تعرفت عليك من قبل من سنة وكانت حتى تعرفنا كان مش ولا بد، تعرفت عليك وصار بيني وبينك خلاف طويل عريض، وعملت لي دعوات وحطيتك برضو عملت لك بلوك. لكن شوف سبحان الله كيف الدنيا، سبحان الله كيف الدنيا. طيب على كل، تفضل اخواني لكم المايك. حياكم الله من جديد اخواني اخواتي. اشارة مهمة جدا من الاخ ابو المجد، يقول فيها انت عندما او انت كشخص مخالف عندما تريد ان تقرأ، اقرأ من كتب الشيعة ولا تقرأ من المصادر او من مثلا مصادر تحيلك الى الكتب الشيعية. مثلا اليوم مثلا نقرأ بموقع من مواقع الوهابية وهم يبترون الكلام الشيعي ويبترون الحقيقة الشيعية ويبترون الدليل الشيعي، انت بالتأكيد هناك كمتلقي تقول انه هذا الشيء موجود في الكتاب الفلاني. الامانة العلمية منعدمة، ونقولها بكلام بصراحة جدا كبيرة، نعم الامانة العلمية عندهم معدومة بشكل كبير 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 جدا، لدرجة يبترون الكلام. وهذا قناة خواطر فكرية ابسط مثال على ذلك، تقريبا اكثر من 3000 مقطع فيديو نبين بها التدليس بالدليل العلمي الواضح والصارخ. إذن يقول لا تطلبوا أو ابحثوا عن الكتب الشيعية. أيضا يقول أنا لم أتشيع بسبب الكتب الشيعية، تشيعت من كتب أهل السنة والجماعة. هذه قصة الأخ أبو المجد بكل اختصار، كان يحلم يعني كان التشيع مجرد حلم، بإشارة إلى أن التشيع بعيد كل البعد، لكن بمجرد أنه اتجه إلى الله عز وجل، اتجه بنية صادقة صاحية صحة العبارة، بنية خالصة لله عز وجل، هداه الله إلى الطريق الحق. يقول خليكم مع محمد وآل محمد. فسبحان الله، من شخص مثل ما قلنا كان يحلم إلى شخص يدعو الناس إلى التشيع. أخواني أخواتي تقبلوا تحياتي، وصلى على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل البيت حتى تعلن البركة، وفي أمان الله.